كارثة صحية تهدد مدينة الكوفة بسبب تلوث مياه نهر الفرات، والسبب يعود إلى صب مياه الصرف الصحي في النهر، ما أدى إلى تفشي أمراض وبائية وسرطانية بين السكان. المغتسلات على هذا المجرى، مستشفيات ونفاياتها ومايها هم على هذا المجرى، بالإضافة إلى أنه هذا المجرى يسوي أمراض سرطانية. بالنسبة لمركز الفرات الأوسط للأورام، ندخل نشوف أهل المحافظة كلهم موجودين بهذا المركز. ليش؟ بسبب هذا الأنبوب المجاري اللي يعني سبب كارثة، يعني كارثة للناس بالنسبة للأمراض، أمراض سرطانية، أمراض جلدية، يعني هواي هواي أكو ناس أمراض ما أدري منين تجي، يعني أمراض أشكال من وراء هذا الأنبوب. والله المياه الثقيلة، المياه النقاسة، مياه المغتسلات، هاي المغتسلات مال الموتى، مال غسيل الموتى. الذبو هنا 1000 متر، هاوي هسه لو الاخ يوجه الكاميرا، هاوي هنا 1000 متر يسحبوا يطول للبيوت. زين توجهوا لدائرة الأمراض السرطانية وشوفوا هناك المأساة، شوفوا المأساة يومية يموتون بشكلكم عشرات الأطفال والشباب والشياب من هذا. والله لا أريد تجيب ابني، قلت له بابا تعال خلي روح جسمك، قال بابا استحي طلع جسمك، يعني كله حب وكل هذا ما صاير عمي حرام. وثائق تكشف حجم الفساد الذي طال مشاريع قنوات الصرف الصحي في محافظة النجف ومماطلة المسؤولين بتنفيذه، غير آبهين بالكارثة الصحية التي تهدد حياة المواطنين. ابتداء جميع ملفات الفساد ومنها ملف مياه القذرة التي تصب في شط الكوفة، ملفات مجمدة في محكمة النجف، وهذا كتاب صادر من هيئة الإشراف القضائي المسؤولة على التحقيق مع المحاكم يوضح الآتي: إلى محكمة استئناف النجف الاتحادية يرجى بيان أسباب عدم حسم ملفات الفساد. الكتاب الثاني صادر من المدعي العام إلى رئاسة محكمة استئناف النجف يدعو إلى بيان أسباب عدم حسم ملفات الفساد. مشروع صب المياه القذرة في شط الكوفة هناك كتب موجهة إلى النزاهة، الملف مجمد في هيئة النزاهة وكذلك في محكمة تحقيق النزاهة في النجف. ولا يجد المسؤولون سوى التبرير والمراوغة عندما يواجهون بسؤال عن سبب الإهمال الحكومي لملف المياه الملوثة في النجف. التجاوز اللي جاي يصير لأنه كان فترة توقف من 2014 إلى 2018 الخطوط الناقلة ما تنفذت. النجف كان المفروض تنخدم بثلاث خطوط مطرية عملاقة: خط المطر الشمالي، الخط المطر الوسطي، والخط المطر الجنوبي. لأنه هذه الخطوط ما متنفذة والمرحلة الثانية من الشبكات الثقيلة والخطوط الثقيلة ما تنفذت، صار هناك حمل على الخط الناقل الثقيل، فصار تجاوز من الخط الناقل الثقيل على الخط المطري. ويبقى المواطنون يدفعون فاتورة الفساد والإهمال والصراع الحزبي على السلطة ولو على حساب الشعب العراقي.